عصام بلاتي الاستاذ عصام السمري محامي بهيئه الرباط دفاع الضحايا الماثلين امامكم المتضررين من بعض الشركات ديال التحصيل ديال الديون الخاصه. الان اليوم صادف هذا التاريخ اليوم ديال الخميس صادف مرور ثلاثه الملفات امام انظار المحكمه الابتدائيه بصفه ملف التحقيق ما نقدروش نهضروا عليه لانه مشمول بالسريه، ملف تقديم امام السيد وكيل الملك وملف رئيس في المحكمه. عدد الاشخاص اللي تم الايداع ديالهم حاليا تقريبا 9 و10 في مساطر ما تنتميو لشركات متعدده مستجدات، واننا بصدد اعداد ملفات غنحيلوها للادارات المركزيه في الرباط ايمانا بالنزاهه ديال ذوك المؤسسات وايمانا باستقلال السلطه القضائيه. راه غنراسلوا المجلس الاعلى للسلطه القضائيه بخصوص بعض الاحكام كتضمن عقود مزوره وكتضمن شواهد تسليم في التبليغ دائما من اول جلسه كتدخل ذاك الاحكام كتصدر، واكثر من ذلك هما العناوين كلها مزوره. وغنراسلوا ان شاء الله بصدد اعداد مسطره اخفاء اشياء متحصل عليها من جونا. هذا الضحايا الان اللي عندنا حنا 20 في سلا، كاين اشخاص الان حنا على تواصل، حنا اللي عندنا راه غنطبقوا القانون. حنا راه بامكاننا اننا نجمعوا 800 ضحيه ونمشيو نهجموا على ذاك الديبو ويجيو هما يفكوا. حنا غير الا كان شي حق راه كنطلبوا من القضاء، وراه الا كان شي حق راه غنحيلوا الامر للمؤسسات الادارات المركزيه غنشرحوا عفوا مجموعه من الخروقات، لان الموضوع ما بقاش مرتبط غير باختلاس السياره، مرتبط بواحد الخروقات خطيره ديال طريقه البيع السياره، كيفاش كتباع، كيفاش كتدخل سيرفيس ديميل، كيفاش كتصدر احكام بعناوين مزوره، كيفاش ذاك البيع الاثمنه ديال السياره شكون اللي حددها، واش عمر رجع شي فلوس، لان هاد الاحكام شنو فيهم؟ اللي ما عمرهم تبلغوا وتنفذوا فيهم نامر بيعها نامر السيد كذا بارجاع السياره مع بيعها بالمزاد العلني، والسيارات خداوها عندهم فيها طريط كيسالوا فيها طريطه 9000 درهم باعوها ب 20 مليون وهذيك 19 مليون ما غيردوهاش لهاد الناس. وبالتالي حنا الموضوع راه غنحاولوا اننا نخرجوا من هاد المدينه، غنمشيو ان شاء الله غنديروا مسطره انا غنشوف اما عن طريق رئاسه النيابه العامه اما عن طريق الوكيل العام الكازا. عندنا بين قوسين واحد المآل المسطره، كانت واحد احد الضحايا تقدم بواحد الشكايه للمديريه العامه للامن الوطني حال تا لابي بي جي دارت فيها تقرير اخباري للسيد الوكيل العام كازا فيها تعليمات. حنا كنتظروا ايضا المآل ديالها، ولعلنا حنا راه غنتبعوا اللي في حدود ما هو قانون، دون انه مع الاشاره انه حنا راه لا نشجع على انه شي واحد ما يخلصش القرض. اللي عنده شي قرض يخلصه واللي عنده شي طريطه يخلصها، غير هذوك الناس مطلوب منهم الا عندك شي حق اجي دعي السيد دير لي العنوان ديالو صحيح، ما تزور حتى حاجه، ما تكذب حتى حاجه، جيب مفوض قضائي دير اعذار تبليغ دير اعذار تنفيذ وبلغه بالحكم القضائي بيعها في المزاد العلني، الا كان سال شي حاجه اعطيها ليه، دير المسطره قانونيه. وبالتالي حنا راه ما عندناش مشكل مع الشخص، راه حتى في المنظومه اللي عندنا مع النزاع راه غير واحد جوج شركات، اما الشركات ديال مؤسسه الاكتمال كاملين راه عندنا نزاعين مع شي جوج، وحده اللي عندنا معها نزاعات كثار اللي وصلت انها كتزور العقود وكتدلي بهم للمحكمه. بالتالي اننا غنضطروا ان الموضوع غنحاولوا نزيدوا به خطوه لقدام، غنراسلوا به المؤسسه الاعلى للسلطه القضائيه رئاسة النيابة العامة أو الوكيل العام ووزارة النقل والتجهيز، لأن معنية، لأن أصلا الطونوبيلات كيتباعوا في سيرفيس ديميل. مع الإشارة كاين واحد الحالات ديال بعض الأشخاص بحال هذا عنده كارت كريز ما فيها لا كريدي لا والو، شاريها مستعملة، هاي كارت كريز مستعملة، شاريها من شخص كارت كريز مستعمل، تجي دي ليه تصيفط لنا الصوابق القضائية دي ليه السيارة. هذا أمر تنظن حنا في المغرب 2023، مغرب ديال التخليق، مغرب ديال المؤسسات، راه الادارات المركزيه كلها دارت واحد النوعيه من ان رفعت واحد الشعارات انه الجميع متساوي امام القانون، وباقي حنا تنعيشوا هاد الاحداث اللي ما عشناهاش في السنوات. وشكرا لكم.